بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شوط الختام. تعلن انطلاقته من مدير اللجنة المنظمة لميدان الساد محمد بن سهيل بن وديم العامري. ها هو شوط الختام للقايا المهجنات الأصايل. أشواط شوط المحليات انتهى منذ لحظات، بالشرقي فاز بالمركز الأول، ولكن شوط المهجنات يبدأ ويختم أشواط اللقايا. تابعت 9 أشواط الملية بالإثارة والمنافسة، وكان التوقيت الأفضل مع سهيل بن سالم بالعضيلي من غدم الشاهينية في أول الأشواط، وسجلت 16 ثانية وعصاتها مغروزة في بطانها، وهدت الفوز والناموس لسهيل بن سالم بالعضيلي العامري. أما شوط الختام تعلن انطلاقته وتتجدد الإثارة بعد نهاية أشواط اللقايا مع أشواط الإجداع لأبناء القبائل. 6 أشواط نتابعها وإياكم سويا على أرضية ميدان الساد في صباح هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. نسير مع انطلاقة 10 الأشواط. الضبية سهيل بن سعيد بن حربي العامري من أطلق الضبية على المركز الأول، تليها عنيدة عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري على مستوى المركز الثاني. إذا وصلنا المركز الثالث، هذه البن محنة، البن محنة العامري واسمها معاشيك حق سهيل بن محنة بن سهيل العامري على المركز الثالث. تقريبا سلالة معشوق، تقريبا سلالة معشوق ما دام سمى هذا الاسم معاشيك. عموما على كل حال ناخذ المركز الرابع، ناخذ المركز الرابع. وفي المركز الرابع مشاهدينا الكرام، المركز الرابع تتواجد مي، ومي محمد بن خاطر بن سلطان المقبالي من يقدم مي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس شموخ شفيان بن سالم العامري من يقدم الشموخ. وفي المركز السادس، المركز السادس يلي قادمه في هذه اللحظات، هذه البن حموده، البن حموده محمد بن غانم بن حموده الظاهري واسمها الشاهينية. هكذا الندى، هكذا مسار اللقايا، هكذا مسار اللقايا المهجنات الأصايل في شوط الختام. في شوط الختام لا زال بن حربي، لا زالت الضبية سهيل بن سعيد بن حربي من يقدم الضبية على المركز الأول، من يسيطر بالضبية على المركز الأول. الله يا بن حربي، الله يا بن حربي، يسيطر إلى مقدمة شوط السيطرة التامة. وهذه الضبية، وهذه الضبية تقود المسيرة. معشوقة تليها في المركز الثاني، سهيل بن محنة بسهيل العامري على ثاني المراكز. المركز الثالث، المركز الثالث بنشوف الثالثة، بنتأخر كان أخذ المركز الثالث لأن الثنتين انفردا، الثنتين انفردا، لكن لابد من الهجوم، لابد من الهجوم. فالأمتار الأخيرة هجوم الأخوة المشاركين، لابد من حضورهم. لو في الأمتار الحساسة يلي وصلت مشاهدين الكرام، هذه مي محمد بن خاطر بن سلطان المقبالي على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع البن شفيان، شفيان بن سالم بن شفيان العامري الغادمة، الغادمة السايحة. جذلان بن محمد بن جذلان المزروعي على المركز الرابع تغير، على المركز الرابع تغير. الخامس بن شفيان، السات السات مع بن حمودة، مع بن حمودة السات. بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى مقدمة الشوط لأن اغتربنا من الأمتار الحساسة. يا سلام، 1500 وغيرت معشوقة، غيرت معشوقة سهيل بن محنة بسهيل العامري، غيرت معشوقة، خذت المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، ومسجلة معاشيك، معاشيك قايد المسيرة. سلالة معشوق تنطلق إلى مقدمة الشوط، تسيطر إلى المقدمة السيطرة التامة، عصاتها في البطان، يتابعها بن محنة مريح أعصابه ما دام معه الصفرة المميزة. هذه الذلول المميزة تنفرد بالمركز الأول بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات. الضغط بدأ بالضبية، الضبية تسعة تعود، الضبية تسعة تعود للمرة الثانية مع سهيل بن سعيد بن حربي العامري. ما بين
بين الثنتين المنافسة. لا جديد الثنتين من فردات، الثنتين من فردات. الكيلو المتر الأخير، بنت معجوق مب بسيطة تبغي الفوز والانتصار لمالك هذا الشعار. وهذه مشاهدين الكرام معجوقة سهيل بن محنى بسهيل العامري مسيطرة على المركز الأول بدون أي أوامر تذكر ولا شبه أوامر. الثاني الضبية سهيل بن سعيد بن حربي، لكن نقدر نقول من الآن تهانينا والناموس لمالك معجوقة سهيل بن محنى بسهيل العامري. نبارك له على هذا الفوز ونبارك له على هذا المال الطيب. هذه معجوقة ما تبغيهن، معجوقة ما تبغيهن، مسيطرة السيطرة التامة، السيطرة التامة. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه معجوقة، هذه معجوقة تنفرد بالمركز الأول. خذ احتياطك يا بن محنى، بن حمودة غادم بن حمودة الشاهينية، خالد بن غانم بن حمودة الظاهري يبغي يسجل الهاتريك، لكن الهاتريك ما يضول ما دام بن محنى موجود. الهاتريك ما يضول. هذه معشوقة بدأت تنفرد، بدأت تزيد من السرعة. الهجوم وارد، لكن هذه معشوقة زادت من السرعة، ما بتسلم إلا بعد معركة مريرة. يا سلام يا بن محنى، الله 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 الله، يا سلام يا سلام. هجوم من شعار بن حمودة، تصدي من شعار بن محنى. بنت معشوق تصمد لكن ضغط في اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرقة، اللحظات الحاسمة. معشوقة تنتزع المركز الأول محنى بسهيل العامري، الثاني محمد بن غانم بن حمودة. وفي المركز الثالث البلقرين، الرابع لسهيل بن سعيد بن حربي، والخامس لبن شفيان، السادس لقذلان بن محمد المزروعي. التوقيت 6:27، ومعشوقة سهيل بن محنى بن سهيل العامري ينتزع المركز الأول بشوط الختام.